بخصوص الدخول المدرسي صراحة كتلقي أن التلامذ كيعطيهم واحد، نهضروش على المقررات، نهضرو على الدفاتر. مسمى مقررات شيء لا بد منه، ولكن كنهضروا على الدفاتر. بحال كتلقاي ماده واحده فيها 5 دفاتر، بكري لقينا بجوج دفاتر كاع في الماده اللي كثرنا، 5 دفاتر ابار لي بوليكوب اللي كيعطيوهم. نهضروا على الماديا ومعنويا قاصحه بزاف على الاباء. ماديا درجه انك تلقي ان كانوا عندك جوج ديال الابناء كتوصل 4000 درهم ديال الكتوبه، وكتقدري في وسط العام عاوتاني خصك تزيدي دفاتر اخرين، وخصك تزيدي شي حاجات اخرين اللي كيكتبوها لك في لا ليست. كيقولوا لك انك على مرور السنه الاطفال غيكونوا مطالبين يا اما يجيبوا شي حاجات لي زاكتيفيتي بريسي، يا اما يجيبوا شي حاجات زعما كاين اللي غادي نضطروا حنا عاوتاني ماديا نزيدوا. وحتى ما كنظنش ان ماده وحده كتطلب هذا الكم الهائل من الدفاتر. زيدي عليها عاوتاني تقل على الدري الصغار، زعما لو كوتي بيداغوجي كنشوف انه ما كيراعيوش ليه بتاتا، والكم يعني حنا كنقلبوا على الكيف، على كيفاش الدري غتوصل لي المعلومه. اما كثرت الدفاتير وكثرت وبارفو كيعمل كيكتبوا فيهم، كيشدوا من على البريفي كيشدوا غير ملصقات كتلصق على الدفاتير. يعني حتى ديك الكتابه اللي كانت شحال هذه اللي حقاش اترافير ليكريتور اون ابرون لا ليكتور لونفون لابرونتيساج دو لا ليكتور ايمان دو ليكريتور. ما بقاش هذا الشيء بتاتا، يعني كيشدوا الدفاتير كيعمروهم بالملصقات العام كله، وبارفو كيشيطوا الدفاتير وكنضطروا العام الجاي عاوتاني هذيك النسبه اللي كتبقى ديال المقررات اللي كيقراو بها الدراري كنضطروا نشريو مقررات جداد، لحقاش كل عام نسخه جديده، كل عام طبعه جديده. يعني ان الدوله ما كتراعيش لا ماديا لا معنويا للاباء للاطفال. ولكن دابا لا، هذا العام الدفاتر كاين هنا في المغرب، هذا العام ما جاوش، هذا العام حتى من لي كارطابل وداك الشيء صنع مغربي، صنع مغربي. غنعطيك هذه المعلومه هذه، ان كاينه واحد الشركه اللي تكلفات انها دير لي كارطابل تمنعت انها تدخل. علاش؟ غتلقاي غتدوري على المكتبات غتلقاي ان النسبه ديال المئويات زادت في الدفاتر وفي المقررات، لحقاش الدوله منعت ان شي دفاتر شي نسبه ديال الدفاتر ولي كارطابل ولاو كيتصنعوا هنا في المغرب. شركه اللي خداتهم غتلقيهم، وكاينين في بلا ما لا داعي لذاك الاسماء، كاينين في واحد السوبر مارشي ولا في واحد نديرو اون كروند سيرفاس، هادو غتلقيهم. غتمشي غتلقي هذيك لا مارك مكتوبه كاينه في لي كروند سيرفاس، لحقاش ولا احتكار. نهضرو واقعيا لا في المقررات، لدرجه ان لي زيكول بريفي كتعطيك لا ليست ديال لي فورنيتور كتقول لك فين تمشي تاخذيهم. يعني ان هذه الحاجه هذه يعني كاين هذا الشيء شي داخل في شيء، نكونوا واقعيين. وكنتمنوا ان الدوله تدخل في هذه المساله، لحقاش نسبه الدفاتير ما كدلش على ان الطفل غياخذ ولا الولد غياخذ واحد النسبه كثيره ديال المعلومات. يكفي ان الدري توصل لي واحد المعلومه عن طريق دفتر، كنا بكري كنشدوا دفتر ديال 300 ورقه كتقسمي على 3 في ماده اللغه العربيه. دابا ماده اللغه العربيه انا ولدي في السيم ا عنده في ماده واحده عنده 3 دفاتر ابغ الدفاتير اللي صغير الحجم صغير. ما غنهضرش على الكوليج، شويه ليستي كانت خفيف الدفاتير، ولكن في الابتدائي راه كاينه واحد نسبة خطيرة ديال الكتوبة وديال الدفاتر والطبعة الجديدة خرجات، لدرجة أن طفل عنده ولد أخوه سابقه بعام ما قدرش يعطي يقرا في المقررات اللي مخرجين ليه. وفي مسألة أن الدولة تتكبد الخسائر فيها شوية نقاش، لأن المواطن هو اللي كيخلص في الآخر، دونك الذي يتكبد الخسارة هو المواطن الدرجة الأولى. أنا عندي واحد الفكرة أخرى ممكن نناقشوها. اليوم كل شيء كيهضر على الرقمنة. الرقمنة في مجالات عديدة كتشوفوها مثلا في الكونكور، في الوزارات، في الجامعات إلى غير ذلك. علاش اليوم ما نقدروش نوصلوا حتى للتلاميذ، يعني حتى في الابتدائي ولا الثانوي الإعدادي واحد الممارسة أخرى؟ دابا كل شيء ولا عنده التليفون، منين جات الأزمة ديال كورونا ولا كل شيء تيقرا في الواتساب. علاش حنا ما نعموش هذه المسألة هذه ديال الرقمنة، واللي مثلا الكتوبة يتباعوا بي دي إف تقدر تنقص لك 25% حتى 50%، وما تبقاش تستهلك الورق أكثر لانه كيأثر شويه على الطبيعه، حنا تنعرفوا الورق المصدر ديالو منين. اذا انا كنقول النقطه اللي ممكن تحل هذا الشيء كامل لا ماديا ولا حفاظا على الطبيعه ولا الاستيراد ولا اي حاجه هي الرقمنه. ما كنظنش اليوم ممكن مستويات ديال التمهيدي ولا التحضيري ولا الثاني حتى الثالث ممكن تخدم معهم الكتوبه، ولكن في واحد العدد معقول. لان ما يمكنش انت كتجيب تلميذ كتشارجيه ب 20 ولا 30 كتاب وما غيقراهمش كلهم، لان ممكن حنا مثلا هذوك الكتوبه نلخصوهم مثلا الى غيكونوا عندنا 20 يكونوا عندنا 10. اولا كما قلتي ما غتبقاش الدوله تستورد بزاف، ثانيا ما غيبقاش المواطن يخسر حتى هو بزاف على كتب مدرسيه،
وثالثا حتى التلميذ ما تبقاش خلعوا المدرسه. المدرسه اليوم تتخلع بهذاك الحجم ديال الكتبه وديال الادوات وديال الفلوس اللي كتخرج. اذا انا الفكره اللي كنقول انا الفكره معها هي الرقمنه. الناس يقراوا بار انترنيت، الناس يشريوا كتبه بي دي اف. حنا مثلا كطلبه ولا كباحثين كنقدروا نتقداو كتبه بي دي اف من امازون حسن ما انك تخرج وتقلب وتبحث وما تلقاهاش، وكيطلع لك رخص. كتطلع لك رخاص، كتخلص بالبطاقه الى غير تقدر. داكشي كله معاملات، كله هذا. فانا كنقول نداء زعما لوزاره التربيه الوطنيه في شخص سي بن موسى، انه ممكن انهم يعتمدوا هذه المساله ديال الرقمنه ويحلوا المشكل كيف ما قلت لك، ماديا كميا وكيفيا. انا ضد المدارس الخصوصي بالاخص اللي كيعطيو الادوات مقررات كثير، وكاين شي مقررات كاع ما كيقرب بهم الدري. بعدا شي حاجه كتشريها كاع ما كيوصلها الليفر، كيقرا غير في النص ديالو ولا والكارطه بالثقيله اكثر من وزن الدري، اكثر من وزن. انا ضد هاد الفكره. انا والعمومي ماشي ما عندهمش بحال هاد. قال عندي بنيه كتسقى دابا في البريفي، راه ما عندهاش داك المقررات مقارنه مع الحكومه. واه واللي اللي عنده بزاف. قلت لك هذا المشكل هذا ديال هذا الكم الكبير ديال الدفاتر اللي تيخرجوا، مشكل كبير للتلاميذ من ناحيه صحيه، تيكون عندهم الم في الظهر، ومصاريف الوالدين باثمنه غاليه، وهذا الشيء ما كانش يلا ولا وتنتاسفوا بزاف. خص الدوله تاخذ الاحتياطات وتنقص من الكتوبه اللي تيخرجوا التلاميذ. الدولة خصها تنقص داك الكم الكبير ديال سمو باش نيت المصاريف ديال الآباء ينقصوا شوية، والتلاميذ داك الحمل الثقيل ما يبقاش عليهم. الأغلبية ديال الكتب تتجيبهم الدولة من الخارج بالعملة الصعبة، واسمو كاع لي زيكول بريفي الكتب ديالهم تيجيو من الخارج. خص الدولة تلقى شي حل لهذا المشكل هذا.